começa com a tarefa. E ela prossegue. لا خلاص ده هو قد ادله انا سؤالي كان اكزامين الموتور اوف باور لين يس يو ار رايت يو هاف تو اكسبوز ما انت تفحص مريض وهو لابس شراب اوكي طيب ها نعم يو هاف تو تيك بيرميشن يو ار رايت ابسولوتلي رايت اسمح لي ارفع هذا انا عندي ما ينتفعش هذا ضيق مره مهم الرف بالنسبه له لانه لازم نشوف الرفلكسس ولا خلاص عن صعب صعب عن التجاوز عن التجاوز خلاص يا موسى خلاص خلاص نزل شويه لكن انت في الامتحان لازم له ها علشان تشوف الرفلكسس مشان ما تقدرش ترفعه تغطيه تبعد اي نعم ريموف وتغطي نعم في الامتحان هكذا طيب يلا ايش حتبدا باول شيء الانسبكشن تقريبا اللاترالايزيشن في الليفت لور انسبكت قبل ما هكذا اول مره يو هاف تو بوت الفيجن في حاجه يسموها زيرو بوزيشن يعني يرجله كذا وياتي هنا انتم كده بوزيشن اوكي خلاص هو وبعدين هاي الان انسبكت هين فور ا وايل لا تستعجلش خذ على الاقل 15 ثانيه to inspect لا اللور لين لانه انا قلت له اللور لين فرضنا ان احنا فلنا اكسبوجر اوكي inspection there is no lateralization no scar no atrophy no shining of skin or loss of atrophic change or no abnormal fasciculation or movement انا ما بعرف شيء حاول لا قبل ما هذا قد انت عملت لا انت انسبكشن ودون ما انت ذكرت اهم نقطه اول مره ايش؟ بوزيشن انه السيمينار مش كذا؟ ما فيش لاتراليزيشن ما فيش دروبينج اوف ذا فود اورايت ما فيش اب نورمال موفمنت اوكي طيب وات ايلس؟ اي ما فيش ديفورميتي في اللور ليمب اللي هي اي شيء؟ هاي ارش هيا بسكافاس تمام وكلاب فوت تعال من هنا شوف انت لازم المفروض تروين انك شفت ايوه ما فيش بسكافاس ها تعرف اربعه امراض يسببوا بسكافاس سباينا بيبيدا شاركوت ماريتوف بوليوم لايتس ايوه فريدريك التاكسي خلاص فهمنا الاربع الامراض اللي تسبب بيسكابس تعرفوا كلكم يا شباب ايش البيسكابس ما تعرفين هاي هاي ارش يعني هنا يكون كذا بهالشكل لما نشوف هنا معناته المريض عنده واحد من الامراض هذه اللي ذكرناها الاربع امراض ولا عنده كلاب فوت اللي هي فلات فوت اوكي طيب وات ايلس يو هاف تو ريسبكت ها مصل وستنج هو قد قال هذا مصل وستنج يلا شباب فكروا ها مش في حاجة مهمة فاسكوليشن هو قد قال الرش مش مهم لأنه أنا قلت نيورولوجيكال قد قال قد قلناها في الفوت مش قلنا بس كافاس كلاب فوت طيب أوكي مش مهمة مش كارديا كيس قد قالها كاثيتر ايوه يورينري كاثيتر يورينري كاثيتر في غاية الأهمية ليش؟ معناته المريض انه عنده انفولفمنت ايش؟ السفنكتر وذا يعطينا دلالة انه اما في سباينال ليجن او كرينيال ليجن لهذه اللي هي سفنكتر انفولفمنت فمجرد ما اقول المريض عنده كاثيتر يعني كان اقول انه في انفولفمنت للسباينال او للبرين للمنطقه ايش اللي تتحكم بالسفنكتر خلاص هذا تقريبا كل ما يمكن يقال ب انسبكشن طيب بعدين بالبيشن او الموفمنت بالبيشن المدوج بالتون قبل التون لا البلك يلا كبار وينه كيف تفحص البلك بالتيب
لا اوكي رايت يلا كده شوف البلك تقريبا نفس نورمال لا نورمال ما فيش فلوبي ولا ها نورمال ولا سيمتريكال اي نورمال سيمتريكال نورمال اذا مثلا عنده باثولوجي في البايلاترال حيكون بايلاترال اتروفي لا انت تقول اذا قلت نورمال قد نورمال سواء يمين او شمال لما تقول نورمال خلاص اديت اللي عليك كفايه طيب بعدين التون التون يلا روينا كيف كيف تفحص التون ركزوا يا شباب على التون انا بدي اول شيء بالبروكسيمال اوكي كم الخطوات حق التون أربعة. أيوة. شيء رولينج. لا لا نبدأ بالبسف. هاي البسف وبعدين. لا. رولينج شيكينج ودروبينج أربع طرق لفحص التونة. هتبدأ بالبسف يلا روينا كيف تعمل. موسى. ممكن ترفع شيء. لا. تطور هذا. لا تون. لا هذه شيكينج هذه البسف رخي نفسك رخي نفسك كامل شوف. فول فليكشن فول اكستنشن فول فليكشن وبعدين ان اوت رخي رخي اكرر هنا فول فليكشن فول اكستنشن فول فليكشن وبعدين ان اوت شكل مهمه هذه اورايت هذه ما يسمى بس طيب الثاني فول شيكينج اول شيكينج بيثود رولينج يلا لكن نفسك رولينج كيف هتعملها اوكي وهذه ممكن تعملها وتشوف حركه هذه تشوفوا حركة القدم أو ممكن تعمل بها الشكل شوفوا يا شباب alright خلاص هذه ما يسمى هذه rolling shaking method كذا من هنا يلا اعمل رخي نفسك يا مس shaking method لا لا هكذا لا أيوة رولينج سايد تو سايد نعم بالضبط يعني اذا المريض عنده هايبوتونيا تشوفها زي شوفوا حق المراه اللي بيستخدموها الترويح هذه زيها او زي المنديل تسقط زي المنديل اوكي لاست ستيب في الدروبينج دروبينج ستار رخي نفسك يا موسى رخي رخي اللي يشتي ينتقد مسموح له هذه طيب هاي ما هيش بيرفكت يو هاف تو دو ابوف ذا نيه مش على النيه بس ابوف ذا وبعدين صدن كيف بسرعه هاي صدن هاي فقط كانها ايش سباستيك لا لا كانها سباستيك هي مش سباستيك لانه هو متشنج في التخيل نعيدها مره ثانيه شوف كيف هذه كأنها سباستيك لو بالامتحان اي اخذتني هكذا مباشره كذا هذه لا باس كانت تعملها صحيح هذه حصلت لا ما نعمل شيء ما نعمل شيء هذه بالريفلكس خلاص فهمنا الاربع الخطوات بالنسبه للتون اوكي بعد التون باور يلا ركزوا يا شباب معي نبدا باس ها اوكي والافكت انسايد بروكسيمال ديستال نبدا بالهيب موفمنت كم نوع الهيب موفمنت عشان ادكشن لا فليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن انترنال اكستنشن وبعدين سك ادكشن يلا نبدا فليكشن اوف ذا رايت يلا يا موسى ارفع رجلك لا خليها هذه ستري خليها ارفع ركزها ركزها نفسها ركزها يلا ايوه نزل يلا الثانية هذه ايش يسمونه؟ اكتف لانه هو عملها هو اكتف طيب بعدين نبدا بالبسف ايش حتختار من الحركة انت؟ نبدا بالفليكشن فليكشن اوف هيك يلا كذا روينا حاول ترفع رجلك تمام؟ ارفع قوة قوة طيب شو؟ انا هضغط انت ترفع لفوق ترفع لفوق بقوه عالي فول باور فول